السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة صحية ووصفة علاج إن شاء الله. كما كتعرفوا في وقت البرد، وخصوصا في هذا الوقت اللي فيه البرد القارس، الله يرحمنا بشي الشواء، كل شيء مريض منهم أنا، الله يشافينا ويشافي الجميع يا ربي. وبغيت نبارطاجي معكم لتعم الفائدة هذه الوصفة اللي صراحة كتبرد شوية داك الكحبة، بعيدا البعد عن الأدوية اللي معروفين. كما كتعرفوا بحال هاد الأدوية عندهم أضرار جانبية، ربما أنهم كيكالميو شوية ولكن دائما كيقتلوا لينا المناعة ديال الجسم. هنا غادي نشارك معاهم واحد الوصفة، تبارك الله كاين وصفة طبيعية ديال الأمهات ديالنا ديال جدودنا، كل واحد وفين كيلقى راحته. إن شاء الله هاد الوصفة زوينة وسهلة، يقدر حتى الوليدات الصغار تعطيها ليهم ملي كتكون ديك الكحبة ناشفة وكتجيهم مجهدة بالليل، باش نتفاداو اننا نعطيهم المضادات الحيويه. تبعوا معايا هذه الوصفه اللي ساهله، وكما ذكرت لكم حتى الوليدات غتعجبهم، لان ما فيهاش شي عشوب ولا شي حاجه اللي كتكون حاره. هذه فيها ثلاثه المكونات اللي كتشوفوا معايا: الزعتر، الحامض، والعسل الحر. كنركز على العسل الحر باش تكون واحد الوصفه شفاء ان شاء الله. هنا اذا كان عندكم الزعتر مطحون غبره احسن، انا ما عنديش ولكن غادي يطلق المفعول ديالو. هذيك الحامضه اللي شفتوني عصرتها، الا كان شخص واحد ديروا غير نص حامضه. هنا خديت واحد معلقه صغيره هنا الزعتر، كنبهكم انكم ما تكثروش، لان هذه الوصفه ما غاديش نعمروا القرعه ونحطوا، هذا استعمال ديال ديك النهار. هنا خديت داك الحامض كما شفتوا معايا، ودرت ديك شويه ديال معلقه صغيره ديال الزعتر. الا عندكم مطحون ما تكثروش، على حسب عدد الاشخاص اللي غيتناولوه. هنا درت معلقه هكذا صغيره ديال العسل الحر، وهنا حدايا حطيت واحد الكاسرونه حطيتها فوق البوطه، راه سخون الماء. كما كتعرفوا العسل ما كيبغيش يتطبخ لينا باش ما نقتلوش المنافع ديالو. وهنا مع البرد باش نحاول ان هاد العناصر يندمجوا ليا ويعطيو ليا واحد المفعول فداك الحامض. اول حاجه داك الزعتر كما شفتوه انا دايراه صحيح، باش نخليه انا هنايا غادي نغطيه ونخليه في هاد الماء سخون باش يعطي المفعول ديالو، يطلق ليا في داك الحامض ومع العسل. كما شفتوا دابا مع المدافئ راه داك العسل اندمج ليا، وهنايا غطيته وغادي نرجع معكم واحد شويه باش نصفيه. هنايا كنأكد انكم ما تحطوش الكاسرونه باش تغلى لكم وتقولوا مزروبين باش تحطوه يطلق لكم، لا، ديروا الماء دافي من التحت وحطوا عليه داك الاناء وديك الجبانيه اللي حاطين فيه الخليط باش يندمجوا المكونات. وشوفوا لي داك اللون، داك اللون اللي طلق، داك الزعتر راه طلق لينا. ودائما بحال هاد الوصفات حتى نبغيو ندخلوا الفراش وعاد نشربوه، وبالصحه ان شاء الله والعافيه، والله يشافينا ويشافي الجميع. اللي مشيتي عنده ولا اللي غتلاقي معاه غير على برا كل شيء مريض، الله يرحمنا بشي شتوى يا ربي امين. شربوها دافيه ما تكونش سخونه، وتغطاو ان شاء الله تصبحوا بخير وعلى خير، وتشوفوا عن تجربه غتنقص لكم داك الكحبه تدريجيا. ونأكد انكم ما تكثروش الزعتر، لان غادي تقدروا تاخذوه واحد يومين متابعه، باش حتى اللي عندهم داك الضغط يحاولوا يتفاداه. كنتمنى لكم الصحه والسلامه ان شاء الله الى فيديو اخر. الى اللقاء.